سامع عن معدن مليق ودلوع؟ شلون مليق ودلوع؟ يعني بسرعة يخلص من الجسم؟ لازم تاخذه، وصعب يدخل داخل الجسم. الله أكبر، منو هذا؟ الزنك يا جماعة. زين، هو مهم، أهم معدن. ليش خليته دلوع ومليق؟ أنا أقول لكم، صار فيك فيروس بكتيريا بسرعة يستهلك. ليش؟ لأنه هو اللي يقوي الخلايا المناعية، يعني لاعب مهم رقم واحد. إذا صاحاتك فيروس أو بكتيريا على طول الجسم، وين الزنك؟ وين أول واحد ينادونه؟ مشاكل بالبشرة يستهلك الزنك، جفاف بالعيون يستهلك الزنك، أحد شمخك أو أنت شمخت نفسك يستهلك الزنك. من اللي يضبط الكولاجين؟ الزنك. معاشرة الزوجية ولا يطلع الزنك لدرجة ما تصورها. زين، بعضه صعب يدش داخل الجسم. ليش؟ لأن الزنك يحتاج حمض معدة قوي، لأنه هو معدن قوي ومليق ودلوع. زين، يحوشني حارج ارتجاع، ماكو زنك، يعني قاعد يخلص بسرعة، ولكن لما تيجي تعوضه وعندك حارج ارتجاع ما راح يدخل الزنك. ليش؟ لأن إذا عندك حارج ارتجاع يعني ما عندك حمض معدة قوي، فالزنك يحتاج حمض معدة قوي يا جماعة. زين، أفضل أنواع شنو؟ سترات طبعًا أو الباكولونايت، ولكن إحنا ما نلجأ حق المكملات، نأخذه بغذيتنا. ولكن المشكلة شنو؟ المشكلة مو إحنا نأخذ مكملات، شلون ندخله داخل الجسم سواء من المكملات أو من أكل الله سبحانه وتعالى. احرص على الزنك، أهم شيء يكون ما عندك حارج ارتجاع. إذا أنت تأخذ مضبطات حمض المعدة عشان تأخذ عندك حارج ارتجاع، تأخذ أشياء كذي بيضة وتشربها عشان يروح منك الارتجاع، راح يروح. بس انسى الزنك، طبعًا انسى بعاد وايد، ولكن أهمهم الزنك يا جماعة. الزنك هو درعك وهو مناعتك يا أخي، هو حياتك كلها. الزنك الزنك الزنك. زين، وين موجود مأكولات البحرية أكثر شيء؟ بالمحار، محاريات. زين، ما أكل محار مأكولات بحرية. زين، أنا ما أحب مأكولات بحرية وما أحب الأغذية اللي فيها تحتوي